مرحبا بكم أصدقائي متابعي صفحة سكورة تحت المجهر وقناة سكورة اتش دي، سعداء بلقياكم مع هذا العدد الجديد والذي سنأخذكم من خلاله إلى عين من العيون العريقة، إنها عين مليوت. عين مليوت جوهرة طبيعية وسط أحضان الطبيعة، تتألف من عينين منفصلين يتدفقان بمياه نقية وعذبة، يشكلان معاً لوحة ساحرة في قلب الطبيعة الخضراء. تحيط بهما من كل جانب مساحات واسعة من النباتات والأشجار، مما يضفي على المكان جمالاً وهدوءاً لا يوصف. تعتبر عين مليوت ملاذاً مثالياً لكل من يبحث عن السكينة والاسترخاء، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بزقزقات العصافير التي تضفي على المكان أجواء ساحرة تحت الظلال الوارفة للأشجار المعمرة. إنه مكان يجمع بين روعة الطبيعة وصفاء المياه ليكون وجهة مفضلة لعشاق الجمال والهدوء.